سلام بنات ومرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الطاجين سهل بزاف اللي كيتحضر بالبتنجال والكفته. نتمنى انكم تجربوه وانكم تردوا عليا الاخبار. انا دابا غادي نقول لكم شنو هما المقادير. غادي نحتاجو 4 ديال المطيشات صغار، 2 ديال البنجالات كبار درتهم في الفران، قزبر والمعدنوس. غادي نحتاجو ايضا 2 ريوز ديال الثومه مقطعين. نحتاجو تحميره، البزار، الملح والخرقوم. وغادي نحتاجو الكفته اللي حتى هي غادي نتبلها بالملحه، البزار والقزبر والمعدنوس. غادي نخلطو الكفته ديالنا مع الملحه والبزار والقزبر والمعدنوس وغادي نشكلو بهم واحد بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. نحطو الطاجين ديالنا، نديرو فيه الزيت، شويه ديال الزيت، نديرو المطيشه ديالتنا باش غادي نحمروها مزيان في ديك الزويته. غادي نزيدو عليها الثومه، 2 ريوز ديال الثومه، وغادي نزيدو عليها هذيك العطريه ديالتنا. انا هنايا خديت معلقه 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 صغيره من كل حاجه. ونزيدو عليها القزبر والمعدنوس، عندي هنايا تقريبا واحد 2 ديال المعالق كبار. غادي نخليوهم على النار، غادي نحركوهم واحد شويه وغادي نخليهم حتى غادي تولي عندنا نتما اون صوص ديال الطوماط اللي عاقده وثقيله. دابا غادي نمشيو نعمرو هذاك الدنجال ديالنا. غادي ناخذو كيف ما كتشوفوا بحال هكايا واحد الطرف، غادي نديرو فيه الكفته وغادي ندوروه. نوريكم واحده اخرى، غادي نحطو هكا الدنجال، نديرو فيه الكفته ديالنا وغادي ندوروها بحال هكايا ونحطوهم على جنب حتى نكملو كلشي. من بعد ما تشحرات هذيك المطيشه ديالنا مع الثومه والقزبر والمعدنوس والحرور، غادي نديرو فيها هذاك الدنجال ديالنا، غادي نستفوه كامل في الوسط ديالها. وغادي نغطيو عليه ونخليوه حتى يطيب على خاطرو واحد نص ساعه. انا في الاخر زدت عليه واحد شويه ديال الزيتون وشويه ديال الحامض المصير للتزيين. كيف ما كتشوفوا الطاجين ديالنا ها هو وجد، كيجي غزال، كيجي عاقد وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الاخبار، ونتلاقاو في الحلقه القادمه ان شاء الله وفيديو جاي. سلامه.